مولاكم صلى على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إني راحل عن قريب ومنطلق إلى المغيب، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ألا وإني سائلكم عنهما يوم القيامة فأجيبوني خيرا. طالما المصطفى بثقله أوصى منذرا قومه قبيلا قبيلا: فاعصم بضعتي، فمن شاء منكم فقد شاءني وشاء الجليل. أنا من فاطم وفاطم مني، قالها أحمد لها تبجيلا. وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله في القرآن وفي العطرة تكررت منه، هذه الوصايا في عدة مجالس في عدة مواضع. أوصى النبي بهم وبلغ مشفقا إن الوصية بعده لم تنفذ بمختلف العبارات. مرة يقول: أيها الناس، المرء يحفظ في ولده. ومعنى قول النبي المرء يحفظ في ولده يعني إذا خلف الإنسان، المسلم، الكافر، المشرك، اليهودي، النصراني، الذي كان عطوف رحيم بالناس وإن كان مشرك، مثل حاتم الطائي كان مشركا كان كافرا، لكن لما كان كريم، لما كان سخي، لما كان وجود نافع بالنسبة إلى العالم، وخلف بنت أو خلف ولد، واجب على العالم الإسلامي وغير الإسلامي على أن يلاحظون تلك البنت أو يلاحظون ذلك الولد اللي يخلفها الكافر كرامة لأبيه. فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المرء يحفظ في ولده. وطبق هالعبارة هاي النبي، القاعدة، طبقها رسول الله صلى الله عليه وآله وعمل بها. شوف، لما جيء بسبايا طي، ومن جملة الأسارة، من جملة السبايا ابنة حاتم، ابنة حاتم الطائي، استأذنت من رسول الله صلى الله عليه وآله في الكلام، أذن لها وبينت. أخيرا قال لها: من أنت؟ قالت: أنا ابنة حاتم الطائي، كان أبي يكرم الضيف، يسمع الجائع، يفك العاني، يكسو العاري، ما جاء أحد بحاجة إلا وقد قضى حاجته. فقال صلى الله عليه وآله: لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، لأن هاي الأخلاق اللي تبينيها من مكارم أخلاق الأنبياء، هذه أخلاق الأنبياء، هاي صفات الأنبياء، هذا العمل اللي قائم به أبوك كان من أعمال الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه.
فقال صلى الله عليه وآله: أطلقوها كرامة لأبيها. من حيث أبوها كان رجل صاحب أخلاق وصاحب جميل ومعروف على البشر على النوع الإنساني، وإن كان كافر، كرامة لأبيها أطلقوها، فأطلقوها كرامة لأبيها. زيادة على ذلك كلها أمر لها بإبل وغنم شدت ما بين جبلين. ألقاها النبي عليه الصلاة والسلام وأكرمها إكرام عظيم، لأن أبوها كان كريم. ثم قال صلى الله عليه وآله: أكرموا كريم قوم وإن خالفكم، وإن كان دينه معتقده مخالف لكم، لكن إذا كان كريم، إذا كانوا أهل كرماء، أهل جميل وأهل إحسان وأهل معروف، لا بد وأن تكرموا ذلك الإنسان لأجل أبيه أو لأجل قبيلته أو لأجل عشيرته، اللي معروفة بالكرم، معروفة بالسخاء، معروفة بالمنفعة بالنسبة إلى العالم. وإذا بنت رسول الله، أكرم خلق الله، أجل خلق الله، أعظم خلق الله شأن، صاحب الجميل، صاحب المعروف، صاحب الصنيع، صاحب المنة، صاحب الحنان والعطف على الرجال والنساء، على المسلمين وغير المسلمين، يموت ويخلف بنتا واحدة من بعده، ما تحفظ تلك البنت من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولم ترع فيها لأحمد ذمة، لا راعوا أباها ولا راعوا بعلها ولا راعوا ذاته، هي تعيش من بعد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله من أثر تلك المصائب والنوائب التي وردت عليها، معصبة الرأس، ناحلة الجسم، منهدة الركن، يغشى عليها ساعة بعد ساعة فتفيق وتقول لولديها الحسن والحسين: بني أين أبوكما الذي كان يحملكما على عاتقه ولا يدعكما تمشيان على الأرض، ولا أراه يفتح هذا الباب أبدا. فتبقى سلام الله عليها بهذه الحالة أسيرة المرض ورهينة الفراش، فلما اشتدت علتها ولم تتمكن من الخروج إلى قبر أبيها، ولم تتمكن من الاتصال بسائر نساء المهاجرين والأنصار، أرسلت خلف علي أمير المؤمنين قائلة: يا ابن العم، عندي وصايا وأريد أن أوصيك بها. قال: أوصي يا ابنة رسول الله، ستجديني منفذا لوصاياك كلها. قالت: يا ابن العم، أولا ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. قال: حاشا وكلا، أنت أبر وأتقى لله من أن أوبخك بشيء من مخالفتي، ولقد يعز علي فراقك يا ابنة رسول الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أعظمها وألمها وأمرها وأفجعها. قالت: يا ابن العم، إذا أنا قضيت نحبي فغسلني وحنطني وكفني وصل علي وادفني ليلا لا نهارا وسرا لا جهارا، وعفي موضع قبري ولا تشهد جنازتي، هؤلاء الذين ظلموني فإنهم عدوي وعدو الله، وأريد أن تتخذ لي نعشا، رأيت الملائكة صوروا لي صورته، فقال: صفيه لي. وصفته لعلي فاتخذه لها بعد وفاتها. يعني: يا ابن العم، أريد نعش، أريد تخت روان حتى لا يبرز جسمي، حتى لا يرى أحد طول قامتي ولا حجم بدني، لأن الزهراء كانت من النساء العفيفة، من النساء المخدرة، كانت من النساء المحافظة،
كانت من النساء الملتزمة بأحكام الحجاب، كانت من النساء الملتزمة بأوامر الله تبارك وتعالى إلى درجة ما تريد أن يرى أحد طول قامتها بعد وفاتها، ما تريد أحد أن يرى حجم بدنها حتى بعد وفاتها. لذلك قالت: وأريد أن تتخذ لي نعشا، رأيت الملائكة صوروا لي صورته، فقال: صفيه لي. وصفته لعلي فاتخذه لها بعد وفاتها، وهو أول نعش صنع في الإسلام. ثم قالت: وإن تزوجت من بعدي فتزوج بابنة أختي أمامة بنت زينب، فإنها تكون لولدي الحسن والحسين مثلي، واجعل لها يوما وليلة، ولولدي الحسن والحسين يوما وليلة، ولا تدع أحدا يصيح في وجه الحسن أو الحسين، فإنهما يصبحان يتيمين غريبان منكسران. بالأمس فقدا جدهما رسول الله، وغدا يفقدان أمهما فاطمة. ثم قالت: يا ابن العم، وإذا دفنتني فاجلس عند قبري وأسمعني تلاوة القرآن، فإني أحب سماع صوتك وأحب تلاوة القرآن. وابتداء قراءة القرآن على القبور وتشريعها من وفاة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ويا وحيين حضرتها المنية حضر عدها الوصيب وقت الوصية، تقل لقراب يا بعد الرؤية يا أحلي يا مايا. قرب ليها يا ومن عين الدمع خاف، يقللها تقلل الشايسين، مرت يا شردتي يا محسايا يا وان يا وحسايا يا وان. تقلب وكيف توصل يا ابو الحسنين، اريد اللي تشوف عليها يا مايا يا تصبي يا مايا. وتراني طارة ولو غسلتني اريدك لا تجسر عومتني، اخاف ويذوب قلبك لا يا يا شفيتني يا مايا. او خلفايا ربي علي ليت وخاف، وين بكت والعين منها شاب حالي، او بحسي انا وحسن قامت توصي، تقل العد علي لا تخليه يصلي ولا امشي للناس يحضر. وانا لو رحت عنك يا ابو حسين، اريد انك تجي لقبر يبكي الحين، من كسر قلبي وقرتي قلبي بيك كل ما جيت يشتاق، وانا يقللها ترى قلبي شعرتي بوصيك
بيتك هاي وفادني سبتي دقول البيت شنو لا تغيبي علي ولا فقدتك ما اقدر اصبر بنتوما أم من حليلة من وآية لول من سن ظل مهايا وأذاهايا ولأين أمور طايا أدفل ليلة بضعة المصطفى ويايا احفاد رايا وقضت فاطم وفي الجنب منها اثر للسياق من اعداء كان تحت الخضراء بنت نبي صادق ناطق امين سواها الهنا نسألك وندعو بمحمد وآله ان تقضي حوائجنا للدنيا والاخرة وان تشفي جميع المرضى بشفائك وتداويهم بدوائك وتعافيهم من بلائك وتقبل من المؤسسين بأحسن قبولك وادفع عنهم وعن آليهم والحاضرين والسامعين جميعا بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بمحمد وعترته الطاهرة وابعث إلى أمواتهم وأموات الجميع ثواب الفاتحة.